ايه سيد راسي اسمه عبود، بس ما قلت لي ان شاء الله بده يشتغل ببلاش. لا الله يرضى عليك. ها والله هيك ما بعرف يا عم ابو نجيب. شو ما بتعرف؟ ما بصير يا ابو صبيح، ما بصير. بتسلمني على ايدي وبتقول له هذا الصبي انا مسؤول عنه وبدي كراه كل طالع شهر. الله يرضى عليك. ها ماشي يا. يلا السلام عليكم. سلام ورحمه الله. الله معك يا الله. ها شوفي يا ابو نجيب، ما في شيء، ما في شيء. موضح يا موضح، موضح المخلوقة عم تحكي معك، حرام ردي عليها. ما ضل حكي بيني وبينها. الله لا يوفقك يا أم صفوان، خربتيها وقعدتي على تلتها. الله لا يوفقك يا رب. شفت شلون بيكرهوني، شفت اختك شو ساوت فيني، بس كله الحق عليك. حالي لك انا بدخلني، يعني واحد غيرك بيمسكها لرويدة وبيقسمها نصين، ليش هي بتسترجي تعمل هيك مع عم عبده؟ بس والله والله ربي لك ياها. ولك خلصنا بقى يا حرمي، خلصنا. عليم الله الحق عليكي، يعني معقولة كذب كل العالم؟ بعدين بدي اسألك، هلأ سميحة شو ذنبها لطلعتي عليها هالسمعة؟ شو ذنبها؟ أنا شو دخلني؟ أنا هيك سمعت من الناس، بس هن بيكرهوني، الله ينتقم منهم. لا خلصنا يا حرمي، خلصنا، والله طوشتيني بهالقصة، خلص قاعدة تفتحي يا منوب. لعمة شو ها؟ هذا حصان بليس يا بي. وليش جايبه لهون؟ هذا اشتريته بالقسوطة، أحسن من الخيل، لا بده أكل، لا بده شرب، ولا بده بايكة. والله لا خليلك أصحاب الخيل هدول شايفين حالهم يطقوا من القهر والغيرة. شلون بهالركب ها؟ شغلته سهلة يا بي. هذا الكرسي اللي فوق هنيك بتقعد عليه، بتقعد هيك حط رجليك على دول الدعسات وتصير تلف فيك تفتلون تفتلون، بيمشي لحاله بياخدك وين ما بدك. شلون ما بتوقع؟ ما له غير رجلتين، يعني قصدي دولابين. هذا يا بي اول شيء بتعود عليه شوي 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 ما بتعود توقع. بدك تعلمني عليها؟ ايه تكرم عينك، اذا بدك شي يوم نطلع نحمي دان الخيل وبعلمك عليه هنيك. يا مو ابن عمتك شافوا لهذا الحصان؟ لا لسه ما شافوا. يروح اركبه ومر من قدامه، خليه يموت من غيرته. هالابن شرنة اللي بتضل رافعة زنافتها. يا مو شو بك انت؟ شو صاير معك؟ عمتك عملت لها قتلة، بس شو قتلة؟ من كعب الدست. يبلاكي بقتلك إلهي. هلا قليلي ضربتك؟ ايه والله يا أمي، عمتك يعدمها نظرها وعافيتها ضربتني. شو يا بي؟ لك ما في شي يا بي، حكي فاضي، مشاكل نسوان. مشاكل نسوان؟ ايه؟